قال ستارمر إن حكومته ستعمل على إعادة تشكيل علاقاتها الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن تزامنا مع ما تشهده كبرى القضايا الإقليمية والدولية من تحولات وانقسامات تقتضي مراجعة السياسة الخارجية للبلاد وفق قوله. في أول رحلة له خارج البلاد تحدث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من ألمانيا عن سعي حكومته لإعادة رسم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. سيكون هناك إعادة ضبط لعلاقاتنا مع أوروبا. دعونا نضع وراءنا سنوات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لن نعود إلى سوق جمركية موحدة، ولكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، والذي يبدأ باتفاقية أمنية بين الطرفين واتفاقات أخرى ستكون واسعة النطاق بشأن مجموعة من القضايا تتضمن الدفاع والطاقة والسياسة الخارجية. الحرب في غزة كانت حاضرة من خلال تصريحات الوزير بعد أن تعهد حزبه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن عملية سلام لم يحدد وقتها، مع التأكيد على موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لم يتضح بعد ما يريدون، لكن سينسقون مع أمريكا. ربما بانتظار أن الانتخابات الأمريكية نسبة لغزة ولا صراع بين حماس وبين إسرائيل، أعتقد حل الدولتين حيكون هو الشرط لتسوية وقف إطلاق النار، لأن مع الموقف الأمريكي. وإن اختلفت الحكومة الجديدة عن سلفها في سياسات عدة، إلا أن رئيس الوزراء أكد موقف بلاده الثابت في دعم أوكرانيا، متعهدا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومتطلعا إلى مناقشة زيادة الدعم مع الحلفاء في واشنطن ضمن قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل. فور تسلمه رئاسة الحكومة وصف كير ستارمر أن بلاده باتت الآن مكانا أكثر تقلبا، تواجه تحديات خارجية في عالم منقسم وخطر، على حد تعبير وزير خارجيته. براء العزاوي، المشهد، لندن.